اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كنا وعدنا حضراتكم امبارح ان احنا هنجيب 19 لاعب، ارقام 19 لاعب. منتخبنا الوطني لعب ب 19 لاعب خلال، مش في مباراه واحده طبعا، ولكن في الاربع مباريات لعب ب 19 لاعب. خلينا نشوف اهم هذه الارقام سواء سلبيه او ايجابيه. لو ايجابيه هنلاقي، لو لقينا ايجابيه هنقولها لحضراتكم، ولو عندنا ارقام سلبيه كتيره جدا. ولا يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كله تمام. الله يخليك. طبعا في البدايه هارد لك على منتخب مصر. نبدا على طول بالارقام. هنبدا من خلينا الاول بالايجابي والنبي، يعني عشان حتى الناس يعني بالحراسه. الشناوي الشناوي طبعا افضل لاعب، افضل ثلاث لعيبه في المنتخب، الشناوي، طارق حامد، محمود علاء. دول افضل ثلاثه بالارقام. الارقام لا تكذب، وهي اللي بتقول كده، مش احنا اللي بنقول يعني. الشناوي لعب اربع مباريات مع منتخب مصر، عمل كام انقاذ؟ اكتر حارس عمل انقاذات في البطوله، عمل 15 انقاذ في اربع مباريات. الانقاذات داخل البوكس يعني من جوه الصندوق 8. نسبه نجاحه في التصدي للتسديدات 94%، وهي النسبه الاعلى في البطوله. 94% نسبه كبيره. حافظ على نظافه شباكه 3. طبعا رئيس مبولح الجزائر دلوقتي 4 بعد ما كسبوا النهارده. استقبلت شباكه اهداف هدف واحد بس. دقه تمريراته 70%. اذا الارقام بتقول ان الشناوي يستحق افضل لاعب منتخب منتخب مصر. تمام، خلينا نروح للافضل الثاني طارق، او يعني هما الاثنين الحقيقه برضه عشان ما نقلبهاش حاجه ثانيه، لكن الاثنين الحقيقه النهارده سواء الشناوي او طارق حامد او طارق حامد والشناوي، الاثنين دول الناس كلها شايفه ان هما ادوا ما عليهم على الاقل.